شوف هذه رسولنا، حاولوا انكم تفهموا شي شويه مع بعضياتكم، تعاونوا بعضياتكم. آه الله يكون في العوانه. الا ما عاوناش بعضياتنا في هذه الهواجر. مباشره من سوق تيكلفت اقليم ازيلال، المنطقه اللي كتبعد على مدينه بني ملال بحوالي 60 كيلومتر بجبال الاطلس. الطريق ديالها هي طريق بني ملال عبر موج. الوصول لهذه المنطقه يعني منطقه جبليه معروفه بتربيه الاغنام والماعز. احنا كنتواجدوا الان في هذا السوق هذا اللي كيعمر يوم السبت ابتداء من مورا الظهر، يعني كيبدا يعمر وكيعمر حتى الغد ديالو ديال يوم الاحد في الصباح. الرحبه كما كتشوفوا ممتلئه عن اخرها، يعني الحواله الحمد لله موجوده، الخير موجود، الغنم موجوده، الماعز موجود، اي حاجه موجوده. الاثمنه تتفاوت، كاين اللي كيقول شي ثمن اللي خيالي وكاين اللي كيقول ثمن اللي معقول، ويعني كاين تضاربات، ولكن ما نقدروش نقولوا يعني كسابه الله يكون في العوان. كله الظروف ديالو كله كيفاش، كاين اللي عشاري ومعلف، كاين اللي يعني كاسبهم وضرب عليهم تمارة، خصوصا كنعرفوا كان الجفاف هذه السنه هذه. ولكن حتى الدرويش حتى هو ما تنساوش بانه حتى هو مقهور وكيتسنى انه على الاقل يدي لوليداتو واحد الخروف اللي يفرحهم به ويفرح العائله. اذا غادي كما كتشوفوا احنا غنديروا هذه الجوله في السوق باش نعرفوا الاثمنه ديال الخرفان ونشوفوا الامور كيفاش دايره، ونتمنوا من الله التيسير من الجميع. السلام عليكم. شحال الثمن ديال هذا الخروف؟ نعم 60 ريال. 3000 درهم. اشنو داير في السنان هذا؟ سنان حليب. سنان الحليب تبارك الله. كما تشوفوا هذا خروف ديال 3000 درهم، السلاله ديال الدمان، هنا بسوق تيكلفت. السلام عليكم. شنو هذا الخروف تبارك الله؟ ها؟ الثمن ديال هذا؟ الثمن ديال كلبو 60. 60؟ اه. هذا واش مهرس ليه القرن ولا شنو؟ ها؟ هذاك الشيء باش مشري. عبوره ولا خروف؟ خروف. خروف هذا. هذا ماشي العيد، هذا على الذبيحه. على الذبيحه، المناسبه والذبيحه سميتو. العرافه المولى. الثمن هذا العام في العيد؟ ها؟ كيدير الثمن؟ واه كله ثمنه. كله ثمنه دابا كان. على حسب العلف والثمنه ديال سميتو ديال الاعلاف والثمنه ديال الخروف ملي تشرا في الاول. شحال زايده في الثمن؟ هما العام زاده واحد 500 درهم. ما نخلعوش الناس ثاني، ما نخلعوش الناس، حاولوا تهضروا شي شويه مع الناس باش ما يتخلعوش. الناس دابا يهربوا كل شيء ولا يقول لك انا هذا العيد ما نشريش كاع. الله يكون في العون. لايه واحد دابا لا كساب لا اللي بغى يشري لا سميتو، ولا في العون دابا كل واحد كيشري قياسه، اللي ما عندوش كيشري كل واحد بثمنه. يعني الغنم باديه من 20 الف، باديه من 1000 درهم طالعه حتى ل 100000. وشحال عطيتي في هذا الخروف؟ عطيتو 65، عطيتو دابا 66، زدت له 1000. ما بغاش؟ ما بغاش. وني المليح تبارك الله. شحال تتقولوا؟ 68، ديروا 68. إلا بغى هذا 68. أنت زدتي 68 ضرب؟ لا لا. قال لك هو خيرت، قال لك 68. اه دخلتي. وهو ما بغاش ب 68، باغي 70. تبع مع 17. هذيك بغيت 70. طالع في 70. الكزير صافي خديتي؟ إلا بغى يمشي يتشاور مع هذا. شحال يكون فيه ديال الوزن دابا؟ أنت راك حرف سكري. الوزن ديالو غادي تكون فيه شي 40 كيلو. تكون فيه 40 كيلو؟ واه. يعني شحال مقيوم عليك اللحم؟ مقيوم اللحم تقريبا شي 174 درهم. 170 150. 150 درهم. واه. يعني رخيص. رخيص مقارنة. رخيص كان الرخام، ما كانش الغلا. كاينش الغلا، كاين الرخام. موجودة البهيم. موجودة البهيم. الناس غتعيل كل شيء بخير. كل شيء غادي يتعيد إن شاء الله بإذن الله، وكل شيء غادي يتعيد. راه عطا الله الخير. واه. عطا الله الخير. كاين الخير موجود؟ كاين الخير موجود، راه عطا الله الخير. موجود. عطا الغلمة راه قدامك راه تبارك الله شحال هذا.
بحال الاخر تبارك الله تيخلعوا في بنادم لا علاش علاش يخلعوا راه كان الخير الخير ها ثمن منين بادي ديال الخرفان من 20 حتى 60 الف من 20 نعم من 20 حتى 60 الف يعني كلشي غيعيد كلشي غادي يعيد شوف الخيرات واش تقول للناس اللي تيبداو يخلعوا الناس ولا محشومه لا 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 والو كلشي مزيان الغلم طايح غادي طيح الحمد لله وفي العيد واقيلا راه باقي غير خاص شويه الثمن ايوا الحمد لله دا يقولوا الناس الناس غادي يقولوا غادي يكون الرخال لو عاد اشحال الثمن ديال هاد الخروف تبارك الله ايش 60 60 60 هاد غشان الناس 70 وكاين الغلا ايوا شويه وخلا رخصوا شي شويه قال لي العلف بزاف رخفوا على الدراوش شي شويه ايوا الله كل في العوانه قول العلف وراه تا هو الدراوش حنا دراوش كلشي دابا الاثمنه بزاف والله الا قال العلف بزاف غير العلف وكي غيدير بنادم ما يعيدوش كل في العوان شوف هذه رسولنا حاولوا انكم تفاهموا شي شويه مع بعضياتكم تعاونوا مع بعضياتكم الله يكون في العوانه الا ما عاوناش بعضياتنا في هذه العواشر بلا ما عاوناش راسنا في هذه العواشر والله حتى يوصل ل 70 ان شاء الله الله يرحم والدينا قول بغيتي الغلا ايوا لا بغيتي هذاك الشيء جلفت منطقه جبليه تابعه لاقليم ازلال هي اكبر سوق في القياده ديال تاجلفت هو هذا السوق ديال تاجلفت في الأثمنة جد مناسبة ورا كل واحد إن شاء الله كان تمنى كل شيء غايعين بالنسبة للفقير ولا الشبع والحوالة تدريبيا وتدريجيا كل واحد كان الحولي ديال 75 كان ديال 80 كان تا ديال 40 كان تا ديال 36 كاين العبورات كاين كل شيء كاين جديان كاين كل شيء غايعيد إن شاء الله كل شيء غايعيد يعني من نجيب الثمن واعي بنادم دابا متابع من الثمن وبالنسبه لهذا الثمن راه من السبب ديال المواطنين ديال الجبل حيت دابا المواطنين اللي تيكونوا في الجبل دابا راه مشاو دابا مشاو اخوه وما عندهمش الامكانيات باش يوصلهم العلاف وباش يوصلهم الطو وباش يوصلهم يعني ان هذا الشيء ديال الكساب خصو شويه حتى هو يتشجع الكساب حيت دابا راه كلشي كيشجع الكساب الكساب حتى هو خصو يتشجع باش يبقى في المنطقه ديالو باش يحتفظ على الكسيبه ديالو واش فهمتي دابا الكساب حتى هو خصو يتشجع يعطيوه العلاف يعطيوه شويه ديال الادويه وتكون بعض الجمعيات ديال تربيه الاغنام بحال المنطقه ديال تيفت نايت حمزه نايت حمزه عندنا تابعه للقياده ديال تاجلفت اقليم ازلال الجمعيات خصهم يجيو ويهضروا مع الناس ويعطيوهم العلاف ويعطيوهم الادويه ويشجعوهم ويعطيوهم شي حواله كبار ويعطيوهم شي حاجه هاد الشيء هو اللي تخص الكساب حتى هو باش ما نتسناوش حنا رجينا الغنم من برا ما نتسناوش حنا الخيرات في البلاد ديالنا الحمد لله ها الغنم موجود ها كلشي الخيرات واخا تيقولوا قل راه كاين الخير والحمد لله كل واحد غيعيط ان شاء الله كل واحد غيفرح ان شاء الله كاين الشابع كاين المسكين هاني كل اخويا كلشي غيعيط ان شاء الله فهاد الدراويش كلشي غيعيط فهمتي غير بنادم دابا الاشاعات راه غادي راه كل واحد دابا رصدو ديال دابا قلتي لينا الاشاعات قول لينا الحقيقه شنو كاين دابا الناس تقول شي اثمنه خياليه واش الثمن طايح ولا طالع انت دابا غتعرف كل واحد دابا شنو الا بغيتي المليح راه بالثمن وبغيتي القبيح راه بالثمن واللي بغيت كلشي غيعيد لا سوا دري واش لا سوا تابع هاد الاثمنه اللي كيتقالوا دابا كاينين ولا غير الناس تيبغوا باش يطلعوا السوق شي شويه ضروري كاين اللي بغى يطلع السوق كاين اللي بغى شاري بالغلا كاين فهمتي كل واحد واشنو الظروف ديالو فهمتي كل واحد والظروف ديالو دابا الله يحسن العوان كاين العيد هذا العام زاد زاد ضروري فهمتي زاد 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 وين راه كل واحد اشنو كيطلب فهمتي بنادم الله يحسن العوان كاين ترى كاين الفقراء صحيح دابا كيسمع هاد الهضره هو تيتخلع فهمتي راه كل واحد رزقو مضمون يعني عا ما يتخلعوش الناس ما يتخلعوش الناس كلشي غيعيد ان شاء الله فهمتي كلشي غيعيد بنادم دائما يقول لك راه الثمن غلا وكذا وكذا كل واحد غيدي له داكشي اللي مكتب ليه السلام السلام عليكم كداش لي بخير بخير الله الثمن ديال هادو شحال عطاونا 34 34 أيه. ما باجيش لا من 38 شحال باغي 38 اللي طالب فيهم اي تبارك الله كيدير السوق شويه كاين شويه مره شي طالع شي هابط اللي باع في الثمن راه قال لك كاين الثمن اللي المصاريف يقول لك راه ما باعت والو راه كاين العيد النخالة غالية 12 ألف القنطار ماشي بحال العام الأول العلف غالي إيه العلف غالي وكاين فيها شي تكرفيس لكن شتي أنت ملي دخلتي أنت راك عارف كل شيء
غير ملي دخلتي الرحبه راه باين لك كلشي مزيان. العام الفايت شحال كانوا دايرين بحال هادو العفايس؟ بحال هادو العام الاول 28 30 دابا 38 طابور 38 شكون دابا تزاد ماشي بحال العام الاول. العام الاول نخاله ب 40000 فرانك دابا 13 12000 راه تزاد 5000 يعني كيتزاد 10000 اللي زايده من قلتي الثمن راه 10000 ريال. لا في كلشي لا في هذوك لا في النخاله. والشعير 15 ميال شيت 12000 القنطار 15 ميال العبره درا واش غاليش كتسوى هاد العامه؟ ايوا راه كلان ثمن الله يكون في العون.